إذا الرواة كلهم صادقين، كلهم ثقات، كلهم عدول، لا يعرف عنهم الانحراف والكذب، هذه تمر بالسلام قضية السند. لكن إذا فيهم وضاعين، إذا فيهم معروف بالكذب، معروف بالوضع، ومن هالنماذج أكو بالآلاف في تاريخ الإسلام، واحد منهم يحلف، ابن أبي العوجاء، هذا كان زنديق في زمان الإمام الصادق، زنديق يعني ملحد، يقول والله من لزموه حتى يعدموه على وضعه الحديث، قال شوفوا اعدموني مين خالف، بس تدرون أنا شو مسوي بيكم؟ أنا مدمركم، لقد وضعت في كتبكم 4000 حديث حللت فيها الحرام وحرمت فيها الحلال، بالعافية علي عدموني أستاهل، أنا 4000 حديث أنا حط في كتبكم. زين، فإحنا نقرأ السند، إذا أكو واحد بالسند واحد متضعضع هذا الحديث يطرح. ثم نجي إلى المتن، إذا عارض المتن كتاب الله فلا نقبل بذلك الحديث المنسوب إلى النبي أو إلى أحد من أهل البيت أو المعصوم، إذا يعارض، لأنه هو النبي يقول، يقول إذا خالف كتاب الله فهو زخرف، كل ما خالف كتاب الله، مقصود بالحديث، كل ما خالف كتاب الله فهو زخرف. في حديث آخر أضربوا به عرض الحائط، عرض الجدار، ما تقبلون به. وهذا الحديث، سمعوني جيدا، هذا الحديث يعارض روح ونص كتاب الله وهو القرآن. ليش؟ لأنه أولا الله يؤكد في عدد من الآيات أنه أنا ما خلقت إنسان، لا رجل ولا مرأة شرير بطبعه. الله يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، والحديث يقول كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد سليم، مو خبيث، مو مجرم، مو شرير. فشلون يقول الإمام العلي، الإمام أمير المؤمنين يقول المرأة الشر؟ زين، يعارض كتاب الله، هذا أول. ثانيا، الله ممكن يخلق المرأة وهي شر ثم يوقفها يوم القيامة ويعاقبها ويحاسبها، وهذا يخالف عدل الله تعالى، والله عادل، خاصة نحن في مذهب أهل البيت نعتقد بالعهد العدل الإلهي، والعدل الإلهي عندنا من أصول الدين يأتي بعد التوحيد. فهل ممكن يجوز على الله أن يعاقب إنسان هو يخلقه شرير، يخلقه مجرم، بعدين يوقفه يوم القيامة ويحاسب على جرائمه؟ هذا قبيح بحق الله تعالى، والله لا يظلم الناس، لا يظلم أحد من الناس. ثم الإمام علي اللي قال هذا الحديث هو كرم المرأة أيما تكريم، وحياته مع الزهراء ومن بعدها مع غير الزهراء أكبر دليل وأكبر شاهد على أن أمير المؤمنين عظم المرأة وكرم المرأة، المرأة المحترمة، المرأة المجاهدة، المرأة التي وفت بعهدها مع الله، كرمها أمير المؤمنين وعظمها أمير المؤمنين. هذا هو حديث ذكره المأمون العباسي، لكن نسبوه إلى أمير المؤمنين، وإجوا بعض الكتاب محطوه بنهج البلاغة وراح مع الأحاديث الموجودة. لا يقبل به كل علمائنا أن المرأة شر، المرأة عنصرها عنصر خير، الله أراد منها الخير، أراد منها أن تكون مصدر الخير، مصدر التربية، مصدر التوجيه، تكامل الأسرة يعتمد على المرأة. ويا أخواتي الفاضلات، دوركن عظيم، احنا نحتاج الى دور المرأة، نحتاج الى مشاركة المرأة، رجل وحده لا يقود أسرة. أيها الأحبة، انتوا عندكم أطفال الآن الحمد لله، راح يصير عندكم أيضا أحفاد بالمستقبل، علموا المرأة. الرجال اللي يريد مرته تكون قوية هو يجب أن يمنحها الثقة، هو يحترمها. وإذا القرآن يقول الرجال قوامون على النساء، فليس هذا من باب تقديم الرجال على النساء أو تفضيل الرجال على النساء، معنى هذه الآية عند أكثر المفسرين أن الرجال عندهم مسؤولية وواجب أخلاقي وشرعي أكثر من النساء، هذا معنى الحديث، الرجال قوامون على النساء من الناحية الابليجيشن يعني المسؤولية.
والواجب تجاه أسرهم تجاه مجتمعاتهم. نحتاج إلى صوت المرأة، مشاركة المرأة، مساهمة المرأة. لا تخلون المرأة تكون متخلفة، لا نظلم المرأة. في ظلم المرأة وسحق المرأة فساد كبير للمجتمع. طبعا المرأة يجب أن تشجع على العفة والنجابة والطهارة، مجالات الحياة مفتوحة أمامها، لكن بهذا الشرط، بهذا الشرط. مو مثل المرأة الغربية قالوا لها هاي مجالات الحياة مفتوحة. غورباتشوف آخر قائد لروسيا قبل انهيارها، تذكروا أكثركم أنتم هنا قاعدين تذكرون غورباتشوف، ميخائيل غورباتشوف. زين، كتب كتاب مذكرات حلوة كتبها، أنا قرأت بعضها، ترجمت إلى لغات كثيرة. قال إحنا بالاتحاد السوفيتي ارتكبنا خطأ كبير، لكن ما حسينا عليه إلا بعد 50 سنة بعد فوات الأوان. إحنا تسببنا في انهيار الأسرة والمجتمع وانهيار الاتحاد السوفيتي. شلون؟ قال لأنه أجبرنا الأم والمرأة أن تخرج من بيتها، تترك أطفالها وصغارها وتروح تشتغل بالمصانع وبالمعامل. نسينا أن مكان المرأة ومملكة المرأة هو البيت، تربية الطفل. المرأة تترك ابنها بالبيت عند مربية أو تودي ديكر تصرف عليه فلوس حتى تروح تخدم الآخرين، تترك أعز شيء عند نفسها وتروح تخدم الآخرين. هذا تسبب في انهيار الأسرة، لأنه الطفل منه المربي الأول للطفل يا أحبتي؟ معلمته هناك، مربية مالته. إذا هو الأم لا تربي الطفل، يجي واحد أجنبي إلى خلق هذا الطفل يربيه ويعلمه، ثم ما الذي يعلمه اليوم؟ الآن إحنا نشوفوا بلاد الخليج الآن دي يعانون من هالمشكلة، يقولون إحنا أخلاق أطفالنا صار أخلاق أهل سيلان وأهل بنغلاديش وأهل الهند وباكستان، والآن مؤخرا أندونيسيا انضمت إلى قائمة التحالف هذا، لأنه مربياتنا من هالبلدان. حتى ابن يعيش في بلد عربي ما يعرف يحكي عربي، ما يتقن اللغة العربية. فالأم هي مربية، والأم هي معلمة، والأم هي التي تمسك المجتمع. وأنتم الأوفياء فيكم اليوم، أنتم نتاج أمهاتكم أيها الأحب، أنتم نتاج أمهاتكم. حليب الأم الطاهر، عفة الأم، نجابة الأم، صبر الأم داخل الأسرة، تحتاج صبر كبير واستقامة الأم أيها الأحب. أنا أشوف ذول العوائل القوية المتماسكة لأولادهم يكونون متعاضدين أقوياء، واحد يلزم ظهر الثاني، أقول ليش ذول الفلوس اللي سوتهم؟ أجي أشوف لا مو الفلوس، لأنه أكو أبناء عمهم عندهم فلوس لكن ما صار تجارة، مو التجارة، السفر والجامعات، لا شنو؟ أشوف أمهم عدهم أم، أفتش أبحث أنقب عن السبب، أرى أن هنالك امرأة مجاهدة صابرة عفيفة نجيبة، امرأة زينبية، امرأة تسير على خطى الزهراء سلام الله. هي هاي، هذه واقفة، هذا السر في عظمة تلك الأسرة. وننتقل الآن إلى بطلة كربلاء، إلى بطلة الإسلام، إلى تلك اللبوة العظيمة، إلى التي وقفت مع الحسين في رحلته وفي جهاده. طبعا بعض المؤرخين يقولون هي خرجت عن عاطفة، ما قدرت تشوف أخوها يروح وحده. مو هذا السبب، مو العاطفة دفعت زينب إلى الخروج مع الحسين. زينب هي أصغر من الحسين بعامين، لكن ما كانت تفارق الحسين ولا كان الحسين يفارقها أبدا أبدا، مع بعض دائما، مع بعض لعبهم، مع بعض نموا، مع بعض كبروا، مع بعض عاشوا، مع بعض. والحسين كان يكرمها ويجلها ويحترمها أيما إجلال، حتى تقول بعض الروايات والقصص أنه دخل يوما إلى دار عبد الله بن جعفر فوجد أخته زينب، دار زوجها ودارها، شافها هي نامت بعد صلاة الصبح في صحن الدار، نامت بعد صلاة الفجر والشمس أشرقت وهي تضرب جسد زينب، تسطع الشمس على جسد زينب وهي نائمة. الحسين وقف ما أيقظ أخته زينب، وقف هو يمنع وصول أشعة الشمس
من الوصول إلى جسد أخته زينب. لذلك أيضا زينب ردت للجميل يوم عاشوراء، وقفت ويا أخوها، ما تركت أخوها الحسين. وعندما حملت هذه القافلة أيها الأحبة إلى الشام، ومعها رأس الحسين ورؤوس أهل بيته وأصحابه، ويزيد جالس في شرفة القصر يشرف على بوابة أو يسموها باب الساعات، مدخل دمشق من جهة العراق من جهة الكوفة، وقع بصره على تلك الرؤوس فأنشد تلك الأبيات: لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني، نعب الغراب فقلت صح أو لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. وعندما وضع رأس الحسين الطاهر أمامه أخذ قضيب الخيزران وجعل يضرب ثنايا أبي عبد الله، يضرب ثنايا أبي عبد الله. وتدرين النبي شقد بائس هاي الشفاح وهذه الثنايا، شقد مقبلها النبي، شقد يحبها النبي، واليوم يزيد يضربها بقضيبه، بقضيب الخيزران. فهو زينب وهو يتمثل بأبيات ابن الزبعرة: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، قد قتلنا القرم من ساداتهم، القرم يعني الزعيم، قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل. هنا ما قدرت العقيدة زينب تصبر على هذا المنظر، وقفت وكأنها بركان هادر يصب حممه على رؤوس بني أمية، وقفت وكأنها اللبوة وكأنها السيل العرم والطود الأشم، وقفت شريكة الحسين بطولته، وكلها جرأة وكلها شجاعة وكلها ثقة بالله تعالى. وقفت هذا البركان العلوي، وقف في وجه يزيد: أظننت يا يزيد حيث أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق بين يديك كما تساق الأسارى، أن بنا على الله كرام، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وأن ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جذلانا مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك متسقة والأمور مستوسقة، وحيث صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. أنسيت قول الله تعالى حيث يقول: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب أليم. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإمائك وسوقك بنات رسول الله، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والدني والشريف، ليس معهن من حماتهن حمي ولا من رجالهن ولي، إلى أن تقول يا يزيد ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك، شو سوي يا يزيد؟ أنا واقفة قدامك وأنا أبويا علي بن أبي طالب وأخويا العباس والحسين، ولئن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكبر توبيخك، لكن العيون عبرة والقلوب حرة. هذا الخطاب فجر المجلس، هز الإمبراطورية الأموية من أقصاها إلى أقصاها، تململ المجلس، تحرك المجلس، قادة الجيش تحركوا، وكان إلى الطرف الآخر من الستار نساء الأمراء